كما نرحب ايضا بضيفنا ضيف البرنامج الشيخ مزمل الفقيري. شيخ مزمل مرحبا بك. اهلا وسهلا، جزاك الله خير. الشيخ معنا عده اسئله متعلقه بهذا الشهر المبارك، فيقول السائل في السؤال الاول: ما صحه صيام من ادرك الفجر وهو جنب؟ الذي يدرك الفجر وهو على جنابة من زوجته أو من احتلام فلا شيء عليه، حتى لو دخل الفجر في يوم الصيام وهو جنب بعد ما دخل الفجر صيامه صحيح، الصيام لا يتأثر، بيغتسل وبعد ذلك بيصلي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على جنابة من أهله وهو صائم كما جاء في الحديث الصحيح، فما عليه حرج. وبرضه يا جماعة، الإنسان لو نام بالنهار وهو صائم فاحتلم فلا شيء عليه، صيامه صحيح، ما عليه قضاء ولا عليه كفارة، وصيامه بتاع اليوم صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. نعم، أحسن الله عليكم. السؤال الثاني يقول السائل: ما صحة صيام من أكل وشرب ظانا بأن الأذان الثاني لم يؤذن بعد؟ يعني وقد أذن الأذان، معنى السؤال، فهمت من السؤال، يعني لو زول كان بيسحر أو صيحة فجأة والذي اللي قدامه قال الأذان الثاني ما أذن، هو ظن كذا وقام السحر أكل وشرب، بعد شوية قام الصلاة، يعني لقى الأذان الثاني ما له، أذن قبل ما يأكل ويشرب. الصحيح إنه ما عليه حاجة يا جماعة، صيامه صحيح ويومه صحيح، وما عليه قضاء ولا عليه كفارة. أنا بقول ما عليه قضاء وما عليه كفارة بأكد، لأنه بعض الناس لما تقول له صيامه صحيح ما بيفهمه، يقول لك يعني حيقضي، فصيامه صحيح ولا عليه قضاء ولا عليه شنو ولا عليه كفار، صيامه صحيح. والدليل الشيخ ابن عثيمين قال حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت لحدين، ما كان نزلت التمامة من الفجر دي، ما كانت نزلت. قال عدي: فعمدت إلى عقالين، جاب له خيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، واحد أبيض واحد أسود، قال خدتهم تحت راسه وبقى يأكل ويشرب ويعاين عشان يتبين له الأبيض من الأسود، فأكل وشرب حتى دخل وقت الصيام، يعني دخل في وقت الصيام. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال له: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ما مقصود الخيطين دل يعني المعناهم ظاهر، يعني إنما المقصود بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل. ونزل قوله تعالى: من الفجر، فتبين المعنى. الشيخ ابن عثيمين قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقضاء، قال: فدل ذلك على أن كل من تأول أو اجتهد أو أخطأ في دخول الوقت، وقت الصيام ودخول الفجر، فصيامه صحيح لأنه ما متعمد ولأنه متأول ولأنه مجتهد، فصيامه صحيح ما عليه حاجة. قال الدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بشنو يا جماعة؟ ما أمر بإعادة اليوم. فأي إنسان لو أكل وشرب قايل الوقت لسه، بعد ذاك لقى الوقت، فما عليه حاجة، يومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة عليه. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول السائل: والدتي كبيرة في السن وقد منعتها من الصيام وأخرجت الإطعام عنها وهي مصرة على الصيام، فهل فعلي هذا صحيح؟
ما كل إنسان كبير في السن يفطر يا أخوان إلا إذا كان كبره في السن سبباً في عجزه عن الصيام، ده هو اللي بيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، كما حصل لأنس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر في سنه وعجز عن الصيام كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. لأنه ممكن الإنسان يكون كبير لكن شنو يا جماعة قوي ويقدر يصوم، فهذا يجب عليه الصيام. أما إذا عجز عن الصيام بسبب كبر سنه وعجز عن الصيام ده هو بيفطر وبعدين ما عليه قضى، لأنه أصلاً هو عاجز عن الصيام، دائماً حيكون عاجز عن الصيام، فيطعم مكان كل يوم مسكين. دي أول نقطة. فهذا الابن لو علم وتأكد إن والدته ضد الصيام بضرها لأنها عجزت عن الصيام بسبب كبر السن، فعليه إنه شنو يلزم بالإفطار ويطعم لها عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت كبيرة وتستطيع الصيام فيجب عليها الصيام. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع يقول السائل: تعرفون جيدا الطريقة التي يذكر بها المتصوفة الله سبحانه وتعالى، وهم يستدلون بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهل استدلالهم صحيح؟ الآية واضحة يا جماعة، الآية ما فيها دليل لفعل الصوفية فيما يسمونه بالأذكار، لأنه فعل الذكر بتاع الصوفية ده هو ما عنده علاقة بذكر الله سبحانه وتعالى ولا عنده علاقة بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر به ربه، ده جنباز وفنون شعبية ما عنده أي علاقة بالدين. إذا كان يا جماعة الراجل الله بقى الرجل يربط نصه ويهز نصه يقول لك بذكر في الله، راجل دي خيابة ذاتك، ما عنده علاقة بالدين، دي ما عنده علاقة بالدين وخيابة، دي بطالة وغير رجالة، دي أصلا دي ما من الرجالة ذاته، خلي قبل الدين. دي واحدة. اثنين، الآية واضحة إن المؤمن بيذكر الله، المؤمنين الصادقين بيذكر ربنا سبحانه وتعالى على كل أحيانهم، يذكر ربهم يعني بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذكر الذي قصد في الآية، وإن المؤمن بيذكر على كل أحيانه ماشي قاعد راقد بيذكر الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب كان بيذكر كيف؟ وده تفسير للآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر كيف؟ كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس أكثر من 100 مرة، كان يقول لا إله إلا الله وغيرها من الأذكار التي أنتم تعلمونها. لكن هل كان الرسول بيرقص؟ ما كان بيرقص. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغني يقول ده ذكر؟ الصوفية الآن بيجيبوا نسوان يغنن في زعة الكوثر وغنى ساهور دمرها الله سبحانه وتعالى وعجل بتدميرها، يجيبوا نسوان متبرجات عاريات كاسيات يرقصن، إذا سألتم يقول لك ده حبا في النبي، حبا في النبي تقول له أدبكم يا صوفية؟ هل قلة الأدب تعد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والنوبة والرقيص والأذكار اللي بيعملوها دي كلها ما من الدين. ثم أكعب من ده كله وأخطر من ده كله المديح اللي بيسموه الصوفية ذكر، هو ما عنده أي علاقة بالذكر ولا بالدين ولا بالإسلام، فيه كفر بالله، وده أخطر حاجة وأعظم حاجة وأكبر حاجة، ينادوا فيه غير الله سبحانه وتعالى، شيء لله يا حسن شيء لله يا حسن، ده المرغنية اللافين في البلد دي. ينادوا الحسن من دون الحسن المرغني، يستغيث به ويدعوه من دون الله
وربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله قال منو أضل من الزول اللي بيدعو غير الله؟ منو الخدمية بنادوا حسن المرغني وبنادوا محمد عثمان المرغني، والتجانية ولافين في البلد دي الأيام دي يجندوا في النسوان ينادوا أحمد التجاني، سيدي أحمد التجاني بناديه بيقولوا شنو؟ سيدي أبو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه، وده كفر بالله يا أخوان، كفر أكبر من كفر أبي لهب وأبي جهل. ليه؟ لأنه ربنا حكى عن أبي لهب وأبي جهل والمشركين زمان كانوا بينادوا غير الله في الرخاء، أما إذا تعصروا في حالة الشدة كانوا بينادوا الله براو. أما مشركين الليلة ديل بينادوا غير الله، أبو العباس رحمة التجاني والمرغني وغيره ينادوا غير الله في الرخاء وفي الشدة، أما المشركين الزمان ما كانوا بينادوا غير الله إلا في الرخاء، في الشدة كان بيقولوا يا الله بس. الله قال فإذا ركبوا، ديل المشركين الزمان، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. جاء في تفسير هذه الآية عن عكرمة رحمه الله قال كان المشركون ديل القدام، ما حق نسع، حق نسع أكعب من القدام، شفت كيف؟ قال كان المشركون إذا ركبوا البحر حمل كل واحد منهم صنما، ايش اللي صنم بيركبوا به، كل واحد ايش اللي صنم صغير زي الموبايل، لكن كان بيعتقدوا بالصنم ده. قال فإذا تلاعبت بهم الأمواج، دارين يغرقوا، ألقوا الأصنام في البحر، قالوا دي ما نفع، وقالوا يا رب يا رب يا رب تنجينا وتنجدنا وتفزعنا، ربنا بنجينا. حقين الليلة الكفار، حقين الليلة بينادوا غير الله في الرخاء وفي الشدة، كله في الرخاء وفي الشدة، قال بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، ما عارف رخاء ولا شدة، في أي قضية بناديهم. وده يا جماعة ده الكفر والشرك. المشركين الزمان كانوا أعقل مع كفرهم من مشركين الليلة، عكرمة بن أبي جهل، والأثر صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لابن كثير، قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طالب به، هرب فركب البحر ليسافر إلى الحبشة، ماشي الحبشة نطلع فوق مركب أو في سفينة هاربا، فلما تلاعبت بهم الأمواج دارين يغرقوا، قال القوم أخلصوا الدعاء لله، قال فقلت في نفسي، طبعا هو دار يدعو غير الله، ده قالوا لهم لا، هنا قال لهم بس المحل ده الله براه، الكفار المعوذاتهم وهو كان كافر، قال فقلت في نفسي لئن كان لا ينفع ولا ينجي في البحر إلا الله فإنه لا ينجي في البر إلا الله، فقلت في نفسي لله علي عهد إن أنجاني من هذه لآتين محمدا فلأبايعنه على الإسلام ولأجدنه رؤوفا رحيما. شوف شغل عقله، قال الكفار المعي، قال لي هنا بالذات الله براه، هنا لا بينفع البرعي ولا اللات ولا أي عزة ولا غيره، هذه مثال يعني، لأنه دي آلهة الليلة وديك آلهة زمان. المهم فقال ما بينفع هنا إلا يا الله، معناته بره برضو إلا الله، خلاص أنا بسلم بس أتخارج من هنا من الورطة دي. قال فأنجاه الله فذهب فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أما الأثر بتاع كم إلها تعبد، ستة في السماء وواحد في الأرض وستة واحد في السماء وستة في الأرض، ضعيف، ما صحيح، أثر ضعيف. فالخلاصة إنه ده ما ذكر، ده شرك بالله سبحانه وتعالى اللي بيعملوا الصوفية، كله بينادوا فيه، كل طريقة بتنادي شيخة، فده ما عنده علاقة بالإسلام،
بل ده محاربة للدين، ويجب أشد الوجوب محاربة هؤلاء الصوفية الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله سبحانه وتعالى. ليه يا أخواننا؟ أسئل ليه للناس لو لقوا بيت بتاع دعارة في أي حلة من الحلال بيحاربوها ولا ما بيحاربوها؟ بيحاربوها، ولأنه ده منكر عظيم، الزنا والدعارة. وجود عباد القبور والدعاة غير الله والناس اللي بيشركوا بيكفروا بالله، ده أخطر من بيوت الدعارة وبيوت الزنا، ومحاربتهم أوجب من محاربة بيوت الزنا والخمرة. لكن ما بنحاربهم ونمشي نكتلهم، لا يا أخواننا، ولا بندقهم، لا يا أخواننا، إنما نضيق عليهم وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، وما نتركهم، ما نتركهم، ونحذر منهم الناس كله. وأنا سامع إنه قالوا لا ما أدري، سيتودع لافة، سيتودع لافة، وقال ما عجبها الدروس بتاعتنا دي، بتنقرض، وقفوا الميكروفون، تعال وقف. ده كان زمان، تعالي ما بزول بوقف الشغلة دي ليوم القيامة إن شاء الله، نهائي ما بزول بوقف. صبرنا وسكتنا كثير، ما بزول بوقف الشغلة دي بإذن الله ليوم الدين، لأنه دي دعوة الرسل ودعوة الأنبياء، دي دعوة ربنا الأرسل بها الرسل. ستودع دار تجي توقف التوحيد مرة كمان؟ والله هانت الزلابية، قالوا فأكلها الجدال. مرة دار توقف دعوة ربنا سبحانه وتعالى؟ الذهاب إلى مثل هذه وتصديقها، النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن قال ده كفر بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن والعراف هو ست الودع والفكي والفقير وشيخ الطريقة، ده هو الكاهن والعراف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع أو السؤال الخامس: أيقول السائل: يستدل العقلانيون بقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يستدلون بهذه الآية على صحة نظرية الانفجار العظيم، فما صحة هذا الكلام؟ أول حاجة، نظرية الانفجار العظيم نجر واحد كاهن وقسيس من قساوسة النصارى الكاثوليك اسمه جورج لوميتر، نجر النظرية دي من رأسه. هي شنو؟ بس اللفة صحة من النوم كده نجرها، لا إنجيلهم ذاته ما قال بالنظرية دي، طبعا القرآن ما قال بيه، وحنجاوب عن الآية بعد شوية، لأنه في بعض الدعاة الإسلاميين وهم جهلة بيستدلوا بالآية دي، قالوا نظرية الانفجار العظيم قاعدة جوا القرآن. هي نظرية الانفجار العظيم أصلا خطأ باطلة، هي قبل ما نجيب الأدلة من القرآن هي ذات باطلة. العلماء ذاتهم بتاعين الجيولوجيا والعلماء الفلك وعلماء الطبيعة قالوا أصلا دي نظرية مكذوبة، ما عندها أي علاقة بالحقائق العلمية، ما عندها أي علاقة، باطلة وما بتتوافق ذاته مع العقل ولا مع العلم الحديث، ما بتتوافق. ألف الكاهن ده كاهن ما عنده علاقة بالعلم الدنيوي، كاهن قاعد مقطوع في الكنيسة ويجنوا النسوان ومولع بخوره في الكنيسة وقاعد، اسمه جورج لوميتر، قال النظرية دي قبل 13 مليار سنة و800 مليون سنة، يعني 13.8 مليار سنة. قال الكون ده كان عبارة عن ذرة صغير، يعني صغير جدا كده لا يرى بالعين، الكون ده كله السماوات والأرض لا يرى بالعين المجردة. قال فجت حرارة سخنة شديد، كلام ساكت منجور ساكت، قال فجت حرارة سخنة شديد سخنت في الذرة دي، وطبعا السخانة بتمدد الجسم، فقام بدأت الذرة دي تتمدد والسخانة تسخن عليها وتزيد وتزيد وتزيد، بو قال اتفجرت، عملت السماء وعملت الواطة وعملت الأشجار والأحجار والبحار والأنهار.
يعني ما الله خلق السماوات والأرض والأشجار والأنهار؟ دي خلاصة نظرية الانفجار العظيم. طبعا سموها الانفجار وكمان قال العظيم عشان يوهمك انه دي حقيقة كبيرة جدا. هي كذبة كبيرة ودرابة كبيرة ما عندها علاقة بالعقل ولا بالعلم الحديث ذاته. حتى العلماء ذاتهم جو انكروها قالوا كلام ده كلام فارغ وشالوه من المقررات جدعوه برا. عشان كده ما في الآن في المقررات إلا مقرر قديم ساكن جدعوه. الهدف منا شنو؟ وده اللي بيهمنا نحن كمسلمين. الهدف هي منها هو إنكار وجود الخالق وإنكار أن الله هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض. مع إنه الآية اللي بيستدلوا بها ديل هي بترد عليهم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالآية ذاتها بترد على الكفار وبتقول لهم إن ربنا اللي هو خلق السماوات والأرض ربنا. ونظرية الانفجار العظيم ألف الكاهن ده عشان ينكر بها الخلق والخالق وإن ربنا خلق السماوات والأرض. الآية بترد عليهم ذاته. فكيف يجي دعاة إسلاميين زي زاكر نايك داك ولا غيره ده رجل إخواني يجيبوا الآية دي ويستدلوا بها يقولوا وداك برضو اسمه علي منصور كيالي وده ملحد أصلا ما مسلم وين يدعى الإسلام لأنه بينكر الحديث وبيطعن في القرآن. قال القرآن كله ما كلام الله قال القرآن كله ما كلام الله ده ما مسلم أصلا علي منصور كيالي ده. المهم فزي ديل عاملين فيها دعاة إسلاميين فبيجيبوا الآية دي عشان يقولوا للخواجات والله يا أخي شغلكم قاعد جوا القرآن بتاعنا. لا ما كده. وما النصارى ما بناظروهم كده انه يقول لهم لا القرآن ما بيشبه دينكم. لا 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 ما بيشبه دينهم ولا تقرب بين ديننا وبين دينهم. بل انت اذا داعي اسلامي وتناظر النصارى قول لهم شغلكم ده باطل وشغلكم ده كفر. عشان كده ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ده طريقه الرد كده. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وناغشهم على الكلام ده اثبت لهم انهم كفار وديل ما بيعرف يناقشوا. المهم الخلاصة فقال بعد ذاك اتمددت وسوت وكذا وكذا وكذا. معنى الآية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. جاء عند ابن كثير أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ده النص كده في الأثر. فقال ابن عمر اذهب إلى ذلك الشيخ. قال الرجل السأل ده قال له اذهب إلى ذلك الشيخ وأشار إلى ابن عباس. قال له امشي لابن عباس حوله. فذهب الرجل وسأل ابن عباس عن الآية كانتا رتقا ففتقناهما. يعني شنو رتقا؟ قال ابن عباس كانت السماء رتقا فلا تمطر وكانت الأرض رتقا فلا تنبت فلما خلق الله لها أهلا اللي هم الناس والمخلوقات كلها والبشر وغير من المخلوقات فلما خلق الله لها أهلا أوحى إلى السماء فأمطرت وإلى الأرض فأنبتت. ده معنى كانتا رتقا ففتقناهما. يعني كانت السماء لا تمطر وكانت الأرض لا تنبت. ثم رجع الرجل ابن عمر فسأله ماذا قال لك ابن عباس؟ قال قال لي كذا وكذا. قال الآن ده ابن عمر علمت أن ابن عباس قد أوتي علما في القرآن إلى آخر الأثر. وقالوا معنى رتقا ففتقناهما أي كانت ملتصقة بعضها ببعض. كل السماوات السبعة والأراضين السبعة ملتصقات. سماوات السبعة مع أراضين السبعة كلهم ملتصقات. ففتق الله السماوات السبعة بعضها من بعض تفرقت والأراضين السبعة بعضها من بعض وفتق السماء الدنيا من الأرض تفرقت. لكن لا فيها الكون كان ذرة ولا فيها إن الكون ده ما اتخلق إنما جاء. طيب الحرارة الخلق منه الحرارة قال الكاهن جورج لوميتر ده الحرارة جات للذرة دي أجابها منه الرسالها منه والذرة دي ذاتها قبيل الخلقة منه قال انفجرت دي
مش ربنا، خلاص يبقى النظرية باطلة كلها، لأنه أنشأت النظرية لإبطال لجحد وجود الله سبحانه وتعالى وإبطال أن الله هو الخالق. ونتعجب من دعاة واحد ينصب نفسه داعية وهو جاهل. أول حاجة تتعلم بعد ذلك تدعو الناس، ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، والبخاري قال باب العلم قبل القول والعمل. ما معناه أنت خلاص جارت نظر النصارى بالفلسفة بتاعتك؟ لا، تناظرهم بالكتاب والسنة وبكتبهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني ده القرآن ودي الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وذكر من معي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بهذا تكون المناقشة والمناظرة، بعلمك بحقك إنت الكتاب والسنة وعلمك بكتبهم، لكن ما تكون جاهل بحقك الكتاب والسنة وتنجر في الآيات وتفسر على مزاجك، ويقول لك ده داعية واهتدى بسبب كثير من الناس ووسائل الإعلام جارية وخاشة ومارقة، ويلمعوا فيه جماعة الأخوان المسلمين ويصوروا معه. ده ما من الدين في شيء ولا من العلم في شيء. أحسن الله عليكم. السؤال السادس قبل الأخير، يقول السائل متى تكون الغيبة جائزة ومتى تكون محرمة؟ الغيبة في الأصل حرام، وهي ذكرك أخاك بما هو فيه ويكرهه، أما إذا كان بما ليس فيه ده بهتان. فالغيبة هي حرام وهي من الكبائر العظيمة، لكن تباح في 6 حالات ذكر الإمام النووي وغيره من العلماء في كتبهم. منها اللي بهمنا هنا الكلام على أهل البدع وفضحهم للناس لكي لا يتابعوهم ولكي لا يضللوا الناس. لما نقول لك فلان ضال، البرعي ضال، الكباشي ضال، المرغني ضال، لما نقول لك كده ده من الدين ونؤجر عليه، دي ما الغيبة المحرمة يا أخوان، ما من الغيبة المحرمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فضح أناسا بأسمائهم في القرآن وأناسا بألقابهم وكناهم في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، إلى أن قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب، الله جابه. وغيره في السنة موجودين، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ناس هم صالحين، لكن حذر من مسألة معينة. لما جاءت فاطمة بنت قيس دارت اتقدموا لها 2، قال لها أما معاوية فصعلوك، وهو رجل صالح، لكن صعلوك أي لا مال له، يعني مش صعلوك بمعنى الدارجية حقتنا نحن، إنما المعنى لا مال له. فقال لها ده خلي ما تتزوجيه. وأما أبو الجهم فضراب للنساء، رجل صالح لكن ضراب للنساء، ده برضو خليه ما تتزوجيه، أنكحي أسامة. فذكر الأسماء، دي ما من الغيبة المحرمة يا إخوان، دي من النصيحة وليس من الغيبة المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال السابع والأخير في هذه الحلقة، يقول السائل يستدل الصوفية على جواز التوسل بالأولياء والصالحين بقصة ويس القرن، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ ويس القرني هو خير التابعين كما صح على الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير التابعين ويس القرني، ده خير التابعين رحمه الله تعالى. فعمر بن الخطاب لقاه يوم من الأيام وقال له ادعو لي ربنا، وده اللي بيستدلبه الصوفية على باطلهم، وما فيه دليل لباطلهم، إنما الفيو إن يجوز تطلب من زول بتظن فيه إنه صالح أو زول موحد تطلب منه تقول له ادعو لي الله، زول يكون حي موجود يا فلان عليك الله ادعو لي الله معك. ودي ذات السلف قالوا ما تكتر منا، زي ما قال ابن تيمية رحمه الله ما تكتر منا، إنما ما طوالي انت ما تدعو لنفسك وتقول لأي دول ادعو لي ادعو لي ادعو لي ادعو لي، ومحل ما تلاقي الناس وانت ما تدعو لنفسك. فالصحابة كان الواحد بيدعو لنفسه في الأصل، لكن يجوز أحيانا يقول لأخوها ادعو لي كما فعل عمر بن الخطاب أحيانا، ما فيها مشكلة. خلاصة الموضوع بتاع ويس القرني والاستدلال الفيه، إنه تقول لزول تحسب إنه زول موحد
تقول لا ادعو لي الله ما فيها مشكلة. وين هنا كلام الصوفية؟ الصوفية بيمشي لزول ميت ما حي ذاته، ميت لو 200 سنة ويقفوا في قبته يقول لا أخي يا شيخ، ما بقول لا ادعو لي ربنا، لو قال لا ادعو لي ربنا برضو شرك لأنه ده ميت لا يسمع، لكن بقول لا الشيخ الزراعة ما جاءت المطر نزل المطر، ده كفر بيطلعك بر الدين إذا فعلت كذا، لأنه ربنا قال فلا تدعو مع الله أحدا، الله قال كذا في القرآن ما تدعو مع الله أحد. بيمشوا للناس الميتين بيقول لهم تدونا وتنجدونا وتفزعونا، ده الشرك يا أخوان. هل عمر بن الخطاب فعل ذلك مع أويس القرني؟ لا، أويس القرني حي وعمر بن الخطاب حي وتقابل وقال لي ادعوا لي الله ما في حاجة. بعدين أويس القرني ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالصلاح، يبقى صالح خلاص، ديل شهد له منو بالصلاح؟ منو شهد له بالصلاح؟ وهم أنفسهم يقول لك شيخنا ده والله في شيوخ، في شيوخ بتاع الصوفية ما بصلوا معنا في الجامع ولا بصلوا ذاته، يقول لك لا قاعد يصلي في مكة، ده يكون صالح كيف؟ شيخ لام من نسوي من الصباح عامل فيها بعالي، انت دكتور؟ قال جامعة الخرطوم كل الطب وروضة ما قرى شيخك ده، يبقى دكتور كيف؟ النسوان ملمومات عنده، وفي علاج ببخور، في علاج بمحاية، في طب ببخرة، ده طب ده قرى وين ده؟ في فرنسا قرى في جامعة وين ده؟ طب بمحاية، ده كله كلام فارغ يا إخواننا. أكبر دليل على أنه ده كلام فارغ بديك دليل بسيط، خلي الشيخ أولاد الشيخ لما نمرضوا يسقيهم محاية، أسألك بالله بيربطهم بالجنزير وبركبهم بسطونة زي ما بيعمل لأولادك إنت؟ أسألك بالله يقول لك لا، أولاد الشيخ لما نمرضوا بوديهم مصر يدعالي. طيب أحسن مننا بشنو؟ وإذا كان عنده علاج ما هم أولى بالعلاج أولاده. فالناس اتقي الله، والله الكلام ده لا داير له أدلة كثيرة ولا داير له فهم كثير يا أخواني. الشيخ ده لو كان بينفع بضر ما كان مات وما كان راقد في القبر، كان قام يتنفض من التراب وفات، ما كان راقد في قبره ده حارس شنو؟ عاجبه التراب؟ كان قام يتنفض ومشى البيت. فالشيخ لا بينفع لا بضر لا هو نافع ذاته. قل لك لو ما تتكلم فيهم بضروك، لنا كم وعشرين سنة ما يتكلم فيهم، والله الحمد لله زايدين صحة وعافية، وكل ما نحس بالذنوب نتكلم في النازل ربنا نحس إنه ربنا شرح لنا صدورنا زيادة. ليه؟ لأنه ديل الخربوا السودان، هم اللي خربوا السودان، فلا بد أن يكشفوا للناس، وهم اللي يبقوا نجيضين بدل ما قاعد تحرش من بعيد وتتكلم بتحي تحي زي النسوان. يا شيخ الصوفية يا مرضان أمرك تعال تعال ناغشنا، أنت مش تعرف الكتاب والسنة؟ تعال ولا ابن شاكلك بس بالكتاب والسنة في أي مسألة من المسائل اللي قاعد تخش بها الناس وتضلل بها الناس، لكن ما بيقدر ولا يستطيع لأنه جهل ما تعلموا الكتاب والسنة، قاعدين لامين النساوين في الغرف وقاعدين يتونسوا معاهن، ده ما ممكن يتعلم دين في يوم من الأيام إطلاقا ما ممكن. أحسن الله إليكم شيخنا. مشاهدين الأعزاء، مشاهدي برنامج دارس رمضان، أكون بهذه الإجابة من الشيخ أن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولا ننسى أن نشكر ضيفنا ضيف البرنامج الشيخ مسمى الفقيري، نشكره على تفضله وتكرمه بالإجابة على أسئلتكم، ونشكركم أنتم مشاهدي هذا البرنامج، وإلى نلتقيكم غدا بمشيئة الله في حلقة جديدة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.